بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى اتممنا على اختصار شديد ما تعلم بكتاب الطهاره. نأتي الآن إلى كتاب الصلاة. الصلاة فريضة ونافلة. Das Gebet unterteilt sich in zwei Teilen, Pflicht und Nafila, also fakultativ. وسنتكلم عن أشياء يعني متعلقة بالصلاة كمواقيت الصلاة والإمامة والمساجد وغيرها. Nun deuten wir einige Punkte wie Gebetszeiten, was Imam betrifft und so weiter. نعم، لدينا صلاة فريضة. ما هي؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب. الصلوات المفروضة الخمس. Das sind die Pflichtgebeten. Das sind fünf Gebete am Tag. Salat al-Fajr rak'atayn. Fajr rak'atayn. Wa salat al-Dhuhr arba' rak'at. Wa al-'Asr kadhalik arba'. Wa al-Maghrib thalath rak'at. Wa al-'Isha' arba' rak'at. Hakadha tusalla وأنت في بلدك، لكن متى خرجت عن بلدك وسافرت تقصر ماذا؟ الرباعية فقط، تقصر الرباعية. كل صلاة ذات أربع ركعات تقصرها إلى ركعتين في السفر، يعني الفجر تبقى كما هي، الظهر والعصر والعشاء تقصر، الفجر والمغرب لا تقصر. هل يقصر المريض؟ لا. المستحاضة؟ لا. من يقصر؟ يقصر الرباعية المسافر. الرباعية، نعم. وممكن يعني بشروط أن يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم في أول وقت في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر. وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء، إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إما جمع تقديم يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر العشاء المغرب مع العشاء جمع تأخير. متى له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين؟ نعم. هذا يسمى على التغليب الظهرين، يعني الظهر والعصر. ومتى له ان يجمع بين هذه الصلوات؟ يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ليس الاربع كل. نعم. المسافر والمريض ومن كان عليه حرج شديد في أداء الصلوات في وقتها. ما هو الحرج؟ الحرج كان لديه مريض. وهو يعطي هذا المريض الدواء وما يستطيع أن يذهب للصلاة، وإذا ذهب قد يموت هذا المريض، ف
فهو الآن لديه حرج، فله أن يجمع بين هذه الصلوات التي تجمع. نعم. لكن هذا الشيخ قال اليوم هذه الأيام النهار قصير وأنا أريد أنام وأرتاح في النوم، فأجمع العصر مع الظهر جمع التقديم وأنام، هل لي هذا؟ نقول لا. أين الحرج؟ قال الحرج أريد النوم. نقول لا. نعم. ولا بد من الصلاة في وقتها. يحرم عليه أن يقدم الصلاة عن وقتها، يصلي الصلاة قبل الوقت. أو يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. ولا بد في هذه الصلوات المفروضة الخمس أن تصلى جماعة على من؟ على الرجال البالغين القادرين. Es ist aber Pflicht für alle Männer, die gleich sind, die gesund sind, die auch keine Notfälle haben, das Gebet in der Moschee zu verrichten mit Jama'a. ويعذر من حضور الجماعة المريض الذي يشق عليه حضور الجماعة لمرض. Jemand, der krank ist, darf aber zu Hause das Gebet verrichten, nicht unbedingt in der Moschee. والمرأة. Und die Frau. نعم. أيضا لابد في هذه المساجد من أمور. لابد في الصلوات هذه المفروضة الخمس من أذان وإقامة. وأن يتولى الإمامة أكثر الناس قرآن، أقرأهم لكتاب الله، كثرة الحفظ وإتقان القراءة. Jemand, der schon mal die Leute führen wird als Imam des Gebets, muss auch in der Lage sein, besser sein als andere, dass er schon Koran gut zitieren kann. Und ولا يمكن أحد أن يتعدى على الإمام. Niemand darf von seinen Rollen als Imam übernehmen, wenn er in der Lage das zu machen. أو يقيم الصلاة. أو يسابق الإمام. أو يتأخر عنه، يعني يظل ساجد يدعو وهذا الإمام يقول قد رفع له دقائق. يتقدم الإمام يتأخر المأموم. Zum Beispiel, dass Imam etwas, also geht runter, macht Sujud und der Hinterbliebene bleibt stehen. Taras al-Sufuf, labud min taras al-Sufuf. Ist aber auch zu erwähnen, dass man auch die erste Reihe oder die zweite Reihe oder die Reihe, die Menschen miteinander stehen. Taras al-Sufuf, awalan qurb al-Sufuf min ba'diha wa an takun min ma'il al-Imam. Das die Reihe von der Betenden auch direkt hinter dem Imam sind. ولا بد من سد الفرج. Dass auch keine Lücke zwischen den Betenden auch stattfinden soll oder geschehen soll. ويتقدم الرجال ويتأخر النساء. Ist auch mit uns auch bekannt, dass die Männer auch vorne beten sollen und später auch hinter den Männern auch die Frauen. لكن عند الضرورة وعند الزحام الشديد لو لم نجد مكان وصلى الناس أمام الإمام صحة الصلاة عند الضرورة كما عندكم مثلا في يوم الجمعة. In den Notfällen dürfen die Betenden vor dem Imam beten. هذا ما ist das für manche Probleme da ist zum Beispiel beim Freitagsgebet wo schon viele Betenden da sind dürfen die Betenden vor dem Imam beten.
هذا ما افتى به شيخ الاسلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمه الله الجميع وغيرهم. Diese Aussage haben große Spekulationen wie Sheikh al-Uthaymeen getroffen. Und Sheikh al-Islam. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. نعم. لدينا أوقات نهي. هذه لا يمكن أن يصلى فيها النفل المطلق. نعم. Es aber es gibt auch bestimmte Zeiten, in denen auch uns verboten sind. لكن تصلى فيها الفريضة. تحية المسجد. كل ما له سبب كصلاة الاستخارة أو ركعتي الطواف. نعم أوقات خمسة أوقات النهي خمسة أوقات التي يمنع عن النفل المطلق فيها خمسة من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى بداية ظهور قرص الشمس ومن ظهور القرص إلى أن يرتفع مقدار الرمح يعني يكون قرص الشمس ليس أمام المصلي إذا ارتفع هذا الوقت الثاني في النهي wenn die Sonne direkt über dem Kopf des Menschen steht إذا ارتفعت يعني لا يعتبر أنه يصلي إليها هي فوق يعني يرفع إليها بصره أمام ليست أمامه يسجد ويركع لها هي مرتفعة إذا كانت أمامه هذا وقت النهي يقدر تقريبا هذا الوقت من ظهور القرص إلى أن ترتفع يقدر هذا الوقت تقريبا من ربع ساعة إلى 20 دقيقة من أين؟ من وقت ظهور القرص ليس من تسليم الإمام نعم الوقت الثالث قبل صلاة الظهر يعني تقريبا قبل أذان صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس فوق رؤوس الخلائق نعم لأنها تطلع من هنا وتبدأ بالطلوع إلى أن يكون لا ظل للأشياء هذا وقت النهي فإذا زالت الشمس يعني بدأ الظل أول الأمر كان الظل من هنا إذا بدأ الظل يخرج من الناحية الثانية هذا وقت الظهر فإذا أصبح الظل مثل الأشياء يعني طول هذا الشاخص وهذا العمود ثلاثة أمتار والظل ثلاثة أمتار هذا وقت العصر من شطم هذا عمود أو هذا أي شيء شاخص إذا كان طول هذا ثلاثة أمتار والظل ثلاثة أمتار هذا وقت صلاة العصر فإذا سلم الإمام من صلاة العصر دخل الوقت الرابع إلى أن تدنو الشمس من الغروب
الوقت الخامس من دنو الشمس من الغروب إلى أن تغرب. Der Punkt der verbotenen Zeit, in dem man auf das Gericht berichten darf, wenn die Sonne kurz vor dem Sonnenuntergang ist. فإذا غاب قرص الشمس إذا غاب قرص الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار هذا وقت المغرب. Wenn die Sonne komplett verschwindet, dann beginnt der Tag, die Nacht. فإذا غاب الشفق هذا وقت العشاء. إذا غاب الشفق الأحمر هي الحمرة التي تتبع مغيب قرص الشمس. إذا غاب الشفق الأحمر وهي الحمرة التي تتبع مغيب قرص الشمس إذا غاب وانتهى وذهب وجاء الظلام هذا وقت العشاء. عند المحدثين إذا كان المحدث يسمع من غيره هذا معناه أن المحدث هذا ضعيف لأنه قد يقول له شيء خطأ ويقبل هذا خطأ ويقوله ما يصح. نعم فما لا تقبل التلقين مفهوم؟ نعم. قال هذه ما ترجم. قال أيضا لدينا مع بعد الصلاة المفروضة صلاة الجمعة. نعم صلاة الجمعة لابد أن تكون في استيطان لا في سفر، يعني يكون باقي في بلد غير مسافر. نعم نتوقف دقائق نراجع ثم نرجع إلى الجمعة. نعم توقف هذا. نعم طيب